ورجعنا لكم بعد الفاصل لاستكمال الفقرة التانية من فقرات برنامجنا، ومعانا دلوقتي في الفقرة بتاعتنا موهبة فنية، مطرب. مطرب جميل، صوته جميل جدا. المطرب عبده النجار. صباح الخير عبده، صباح النور. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ امتى كده عبده بتغني؟ من امتى بقى كده وبدأت حسيت بموهبتك فعلا، ان انت موهوب في مجال الغنى؟ بدأت من امتى؟ والله انا بغني حوالي من 3 4 سنين كده فاتوا، كنت في الشغل تمام فمندمج قوي، بغني في اغنيه كده فاصحابي في الشغل سمعوني تمام فقالوا له صوتك حلو وتمام ما تكمل، ومش عارف شجعوني الحمد لله يعني ان انا اكمل واوصل، ودايما مساندين يعني وشجعوني على طول. يعني فمن أصدقائك ساعتها دايما بدأت ان هم انا اللي بدأوا اغني، معاك الموهبة؟ ساعتها بدأت ان انا اغني واكمل فيهم. تمام، هنروح للشيف ونرجع لك تاني. شيف محمد، يا ترى بعد تتبيلة الشاورما عملت لنا ايه كده؟ بعد ما خلصت الشاورما تمام بتاعتي ايه يعني، تمام هي كده خلصانه، ان انا ايه انزل بس العيش بتاعي، تمام الطاسه التانيه ديت هتبقى موجوده معايا، وقبل ما احط عليها العيش اقوم ايه مسح بس تمام الطاسه كده بحته فرشه، بايه الفرشه ديت تمام بحته زيت كده عشان خاطر اللقمه ما تلزقش مني ولا تتحرق على النار، تمام تبقى حاجه كده بسيطه بس كده في الطاسه، واقوم تمام منزل اللقمه بتاعتي بالشكل ده كده، دوران زي كده اهي في الطاسه زي كده. لغاية طبعا ما تحمر او تاخد شكل الاحمرار. اللي هي تحمر تمام تمام، انا نزلتها كده قدامها زي مثلا 10 دقايق كده ولا حاجه، تمام وتبدا تحمر تبقى كده خلاص اطلعها من على النار، تمام واللومه لما انزلها على النار زي كده هي بتقوص والكلام ده، وتقوم داس عليها كده دوسه خفيفه في الطاسه عشان ايه خاطر اللقمتين اللي متنين على بعض يمسكوا ببعضيهم، تمام واقوم جايب الشاورما بتاعتي زي كده بمعلقه وحطيتها على اللقمه، وابدا ايه ان انا اظبطها تفردها على كده اللقمة كلها. وارصها واظبط الحاجات بتاعتي، ولو سلام بقى لو في شويه جبنه موزاريلا حطيتهم عليها هتدي لك تكون افضل الشكل بقى يعني. ايه احسن من كده، وهتبقى الطعم معاك هيبقى احسن برضه طب زمان يعني الموضوع كريب في سهل الشده. اهوت، ما فيش في اي حاجه وينفع تعمله في البيت عادي. ده سهل جدا يعني، تمام انت مجرد بس ما تجيب المكونات بتاعتك وتظبط كل حاجه في البيت، هو بس مجرد طاسه وعلى البوتاجاز، تمام وتقوم مفنش بس الشغل بتاعك. نرجع للمطرب ونجي لك تاني. اتفضل يا استاذ. تمام يا عم عبدو، عايزين بقى نسمع منك اي حاجه كده، سمعنا كده اي حاجه. انا عايز ابدا، عايز اسمع منك اي حاجه بصراحه قبل ما ابدا معاك بقيه الاسئله. لا يا حبيبي، اتفضل سمعنا. تسمعنا ايه؟ هتسمع حاجة كده لأحمد سعد. طيب اتفضل. كل اللي تبقى سلاوي وطيب معاهم، في يوم تملي بتنخدع وتدوق أذاهم، معظم جراحنا بتيجي من اللي احنا اديناهم، ورمونا بعد ما وصلوا بعد ما عليناهم، اللي قلت حبايبهم طلعوا كدب وطلعوا غم، جرحوا فيا دنيا السوم، باعوا قلبي كمان رخيص، اللي ياما اتمنوا ودي فجأة قلبوا صباح ضد، عدي يالله دنيا عدي، اتخدعت في كام خسيس، كله لابس وش طيب والمعاملة بقت غريب، واللي على نياته زي اتأذى ودفع الضريب، كنت دايما اقول عيني حتى لو يوم جم علي، كنت دايما اقول عيني حتى لو يوم جم علي، كنت برضو بقوله ماله العشم زايد شوية. طيب مين بقى مسارك الاعلى في مجال الغنى، او نفسك تبقى زي مين من المطربين اللي دايما بيشدك ودايما بتسمع له؟ هو الصراحه اكتر واحد بيشدني وبحب اسمعه الاستاذ احمد سعد، تمام يعني بحس كده، احس ان في شبه يعني، ده يعني معظم بتحس حتى اغانيه شكلك بتحب اغانيه ومعظمها بحب دايما اغانيه بتسمعها او وكده. بحب اغنيها طبعا. طبعا احنا ما ينفعش ان احنا نستضيف المطرب عبد النجار من غير ما يكلمنا عن نشأته، منين ونشأته ايه؟ انا من محافظه منوفيه، تمام مركز منوف قريه دمليل، تمام اتولدت هناك وعشت هناك، بس انا معظم شغلي وحياتي كلها في القاهره هنا يعني. كنت شغال ايه انت بقى قبل موضوع الفن وكده؟ وحاليا انا شغال، انا شغال اساسا شيف. طب شيف، شيف طيب سبحان الله بقى، يعني انا مع شيف ومعانا شيف اهو الشيف محمد، سبحان الله يا جماعه، حلقه جمعت بين اثنين يعتبر في نفس المجال بالصدفه سبحان الله، الصدفه يعني رب صدفه خير من الف معاد
طيب انت انتجت لنفسك حاجه مثلا، او في ايه شغل ليك مثلا والله برضه، يعني في حاجه من تاليفك مثلا الفت؟ لسه ان شاء الله الفتره الجايه في حاجه جديده لي انا هعملها ان شاء الله. بس انا حاليا لا، الشغل دلوقتي بغني في افراح، في تم مناسبات كده. ما الفتش انت مثلا، ما فكرش انت تخش مجال التاليف، ان انت تالف مثلا اغاني او كلام من ده، ولا كله بس ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله داخل في المجال ده، في حاجه حضرتك جديده ان شاء الله قريب يعني محضر حاجه ان شاء تحب الله. تسمعها لنا، ولا انت في حاجة ليا اي يعني محضر حاجه ليك انت مثلا ممكن يبقى تسمعها لسه لنا، ان شاء الله احضر حاجة لسه لسه يعني ما فيش جاهز؟ ان شاء الله الفترة والله الجاية. يا ربنا يسهل لك الامور يعني كده الله يخليك وبالتوفيق. طبعا. طيب طبعا احنا قلنا ميولك اكتر للشعب، الشعب طب ليه يا عبد؟ ليه والله مثلا ما تغنيش الشعب، حاجه انا بقى بحب كلاسيك الشعب كده اللي هو الشعب الحزين شوية. كمان؟ شعب حزين. الناس كلاسيك عايزه، برضو بغني كلاسيك الناس عايزه برضو تفرح يعني. يا عم عبد. بغني كلاسيك برضو بس انا بحب الشعب اكتر يعني. الشعب بميولك للشعب بحب اكتر. الشعب اكتر. تمام، طيب تسمعنا حاجة عشان نرجع للشيف وبعد كده نرجع نكمل حوارنا معاك. سمعنا حاجة تانية كده، ماشي يا صنم. أنا عايزينك تغني براحتك وتسمع الناس صوتك أكتر، اتفضل. ابتديتها ابني يا صافي وقلبي الطيب طمعه فيا، عملت خير في ناس كتير للأسف قلبوا عليا، قلبوا عليا. كان كل حلمي أعيش طمعا في لومي تعيش، مع ناس ما رحمتنيش، ظلموني ولعبوا بيا. عمري ما فكرت أخون، كل هم أخلص وأسون. عمري ما فكرت أخون، كل هم أخلص وأسون. عندي قوة ألف راجل بس طيب ما افتريش، ضحكوا على قلبي النضيف عملوا مني إنسان مخيف، ضحكوا على قلبي النضيف عملوا مني إنسان مخيف، ضيعوا حلمي البريء، قتلوا طبت عشان أعيش. أمال الناس كده مالهمش خير في الطيبين، يعملوا مليون حساب للي ظل منهم سنين. عشت بينهم حد طيب جم عليا ما قدروش، واما قلبي استقوى مش ورايا كله يقول امين. موتوا فيا الجدع شغلوا بالي بالطمع، موتوا فيا الجدع شغلوا بالي بالطمع. عشت بينهم حد طيب جم عليا ما قدروش، واما قلبي استقوى مش ورايا كله يقول امين. الله ينور عبد، الله ينور. نروح للشيف ونجي. ماشي يا شيف، بعد ما حطيت الشاورما في العيش ايه الدنيا؟ ظبطت الشاورما بتاعتي، حطيتها في اللومه زي كده 10 تمام، ونزلت عليها زيتون مخلي تمام، دوت برضو هيحسن معايا في الطعم وفي في الجوده. وبعد تمام، كده تقعد 10 دقايق في وتقعد 10 دقايق، وبعد كده تبدا ترفع اللومه بالشكل ده كده من تمام. هنا وتبدا ترفعها من هنا، تشوف مثلا الجنب اللي سوا فين، وتبدا مثلا تقلب الطاسه وتشد اللومه كده، عشان خاطر ان الطاسه صغير تمام مش على قد اللقمه، تمام. لازم انا اظبط اللقمه بتاعتي على قد الطاسه وعلى قد النار، وابقى ظابط النار ظبطه معينه بس كده، ايه تبقى مظبوطه عشان خاطر اللقمه ما تتحرقش مني ولا تبقى نيه، تمام. تبقى ايه النار بس طب مظبوطه. ممكن نشوف الفينش النهائي بتاع الساندوتش وانت بتفنشه؟ تمام، هو بس ايه دقيقتين. طيب دقيقتين وهنرجع لك. تمام اتفضل. طيب انت يا عم عبده، اكيد طبعا في ناس كتير وقفت ضدك وفي ناس كتير ساعدتك كتير. تمام، فاحنا عايزين نعرف ايه الانتقادات اللي تعرضت لها مثلا، ومين اللي شجعك قال لك ايه؟ والله في اللي شجعني صحابي كتير، و يعني في ناس وقفوا معايا وناس وقفوا ضد الصراحه، يعني ناس كتير بتحبطني وناس كانت بتشجعني. طبعا انت هتلاقي اكيد ناس كتير هتحبطك اكيد، ده شيء اكيد بس يعني، الاكثريه اللي هم بيشجعوني يعني الناس اللي واقفه في ضهري كتير. تمام،
يعني في ناس كتير قالت لك بطل الموضوع، وطبعا اكيد وصوتك وحش ومش عارف كل المطربين كده في الاول يعني. بالعكس بدينا طاقه احسن. ما هو مش انت لوحدك، كل المطربين كده في الاول يعني، انت فاهم ازاي؟ فاهم. طيب مين اكتر حد دعمك بقى ووقف جنبك في الموضوع ده؟ طبعا الاول بحب اشكر ابويا وامي الاول، هم طبعا اللي في ظهرهم داعمين لهم مساعديني دايما طول الخير. وطبعا بشكر اخويا وصاحبي استاذ كابتن عمر حربي دايما، اللي دايما واقف جنبي وشجعني على طول. بنشكر الاستاذ عمر حربي اسره البرنامج، بتشكر الاستاذ عمر حربي ووالد ووالده المطرب الجميل عبد النجار، دايما هم اللي واقفين في ظهري. وبشكر طبعا اهل بلدي اللي مساندني دايما واقفين معايا يعني. وبنشكر اهل بلدي طبعا دايما اللي دايما بيشجعوك على انك تخوض في الموضوع الغناء وكلام من ده. وعايزين نسمع بقى عنك كده باذن الله في المستقبل القريب كده مطرب كبير كده ان شاء الله. تمام. وطبعا تمام يا شيف ولا تمام؟ تمام طلعت كده خلاص، هي استوت من الجنب دوت كده برضو. خلاص مش هينفع تسوي اكتر من كده. خلاص نسمع حاجه من المطرب عم نجيلك تكون الدنيا تمام. فينش تمام. تمام ماشي. سمعنا حاجه عبده بقى كده نسمع. ماشي سمعنا. سمعك كده حاجه كلاسيك ولا شعبي برضه؟ اللي انت بقى عايزه. شوف انت بتبدع في ايه. وسمعنا عايز نسمعنا كلاسيك بقى، نكسر الشعب شويه. سمعنا كلاسيك اي حاجه بقى. سمعك عايز بقى سلطان. اه تمام بقى سلطان. انا على فكره حاسس انت شاب. خلاص انا زعلتك في حاجه، طب ايه يا حبيبي؟ هي بتدار عينك ليه لما بتيجي في عيني؟ وحكايتك بس ايه؟ فيك حاجه مش عاديه، قولي يا حبيبي حاجه ما تصعبش عليا. انا زعلتك في حاجه، طب ايه يا حبيبي؟ هي بتدار عينك ليه لما بتيجي في عيني؟ وحكايتك بس ايه؟ فيك حاجة مش عادية، قولي يا حبيبي حاجة ما تصعبش عليا. انا مصمم مش ماشي قبل ما تتكلم، ما اقدرش اسيبك تتقلب ساكت يا حبيبي ليه؟ انا ضايقتك، طب قلت حاجة ما تتقلش، مش ماشي ولا سايبك تمشي قبل ما افهم في ايه. قولي حبيبي بصراحة، ومشاعرك ليا السباق، الدمع اللي في عيونك عرفني ايه سببها. عينك في عينيا لكن حاسس بمسافة بينا، في حاجات غالية علينا بتضيع يا حبيبي منا. عايز تعاتب نعاتب، طب ليه عمال تفكر؟ ما هو ده الوقت المناسب قبل الأحزان ما تكبر. يا حبيبي سايبني ليه؟ عايش في الحيرة دي، وإن كانت غلطة مني يبقى حقك عليا. أنا مصمم مش ماشي قبل ما تتكلم، ما اقدرش اسيبك تتقلب ساكت يا حبيبي ليه؟ انا ضايقتك، طب قلت حاجه ما تتقلش، مش ماشي ولا سايبك تمشي قبل ما افهم في ايه. شكرا يا عبده، ربنا يوفقك. ربنا يوفقك بجد. يعني الشكل نفس الشكل والصوت تحسه نفس الصوت. الله يخليك. نرجع كده للفينش النهائي كده، ورينا الفينش النهائي. هو كده خلاص هي اللقمه بتاعتي كده نشفت. تمام. شايف اللقمه مديها معاها ذهبي كده. نفس الذهبي ولا لسعة؟ ولا لسعة ولا نية. تمام. من هنا ومن هنا. تمام. وكده دلوقتي ان انا خلاص ان انا كده هطلعها من الطاسه. طيب طلعها. حطيت الكاتشب والمايونيز بتاعي اخر حاجه. تمام. اخر حاجه ومنزل بيهم الكاتشب والمايونيز. ده طبعا الفينش النهائي. اه ده كده خلاص الفينش النهائي بتاعي. طيب ماشي ماشي. سريعا كده سريعا كده يا محمد.
ورينا بقى الشكل النهائي للكريب. الكريب اللي جهزته هو مقفلها كده يعني بقى زي نظام مسدس. اه مسدس تمام. اريد بقى تطلعه لنا شكله قدام الكاميرا هنا على المطبخ. انتوا شايفين يا جماعه الشكل النهائي. الثاني فين اللي جهزته؟ الثاني هو جهزته برضه. تمام. زي ما انتوا شايفين يا جماعه اكله سهله جدا وما بتاخدش وقت وممكن تعملها في البيت يعني مش مكلفه طبعا. مش مكلفه خالص. وفي نهايه حلقتنا النهارده بحب اشكر مطربنا الجميل المطرب عبده النجار. بشكرك جدا يا عبده وربنا يوفقك ومزيد من النجاح وباذن الله نسمع عنك في لقاءات تانية باذن الله وتشرفنا. وبحب اشكر الشيف الجميل محمد احمد اللي شرفنا النهارده وعرفنا الكريب. بنشكرك يا محمد. وبنقول لكم انتظرونا الاسبوع الجاي وحلقه جديده من حلقات برنامج ابن حياتك في نفس الموعد. دمتم امنين.